النظام الإسلامي ليس نظاما رأسماليا ولا نظاما شيوعيا، وإنما نظام الإسلام نظام وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شنو احنا فرقنا مع الرأسماليين النظام الإسلامي؟ فرقنا أن الرأسماليين لهم نقصان، وهذان النقصان مو موجودان في الإسلام. النقص الأول عربدة رأس المال. يعني شنو عربدة رأس المال؟ يعني الرأسمالي بأي وسيلة يحصل المال، بفتح المواخير، بنشر الخمور، بنشر المواد المخدرة، بالمشروع وغير المشروع يحصل المال، والنظام الرأسمالي يقول لا بأس به. أما النظام الإسلامي يقول رأس المال ليس له حق في العربدة. هذا الأول. الموضوع الثاني أن الرأسمالية تقول ليس علي بالفقير، ما علي يعني. الإسلام يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. يقول أنت رأس المال لا بأس، أولا لا تعربد، احتكار، ربا، غش، خيانة، ابتزاز أموال الناس، هذا لا يكون عندك. وقانون يقولها، مو هسه إسلام كمسألة شرعية، لا أبدا، قانونا ليس له حق. الشيء الثاني يقول أنت الغني قانونا يجب أن تعطي ما ينعش الفقير حتى لا يبقى فقير في البلد. يعني شنو؟ يعني فقير ما عنده بيت لازم تعطيه، فقير ما عنده عمل لازم تجد له عمل، فقير ما عنده زوجة لازم تزوجه، يعني حتى يعيش حرا كريما. هذا هو. من الضروري علينا مطالعة الكتب حتى إذا وصلنا إلى مقام كانتوا في المستقبل إما مثقفين مدراء وإما معلمين إما مدرسين إما مذيعين إما كتاب، إما أحيانا أحدكم يصل إلى وزارة ووزير، وأحدكم يصل إلى مدير عام، وأحدكم يصل إلى مدير جامعة. فلازم من حس نعرف الخطوط الفاصلة بين النظام الشيوعي، النظام الاشتراكي، النظام الرأسمالي، النظام الإسلامي.